المجهود يعني. طيب ربما إذا عدنا للشباب الذي تم إعدامه بالتحديد عبد الحميد عبد الفتاح وأحمد ماهر ومعتز غانم التي نفذ سلطات الانقلاب حكم الإعدام فيهم. أحمد ماهر على سبيل المثال هذا طالب بكلية هندسة صاحب صوت ندي وثوري بطل مصر بالملاكمة، معتز غانم طالب بكلية تجارة، عبد الحميد عبد الفتاح رجل كان رجل صاحب عمل يعني رجل أعمال. طيب على سبيل المثال أحمد ماهر نتابع له أنشودة معا أستاذ أحمد إن سمحت مشاهدين الكرام، غفر الله له، نتابع أنشودة بصوت أحمد ماهر رحمه الله الذي تم تنفيذ حكم الإعدام فيه من قبل في اتهامه بقتل نجل أحد القضاة في المنصورة، نتابع. أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وأمس دعائي، أدعو وأمس دعائي بالدموع لدي بنور وجهك إني عائد وجل، ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد، مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي، تحلو مرارة عيش في رضاك، تحلو مرارة عيش في رضاك، في رضاك. العبد بعد